أكدوا اللبنانيين خلال الأزمة الحالية أنه نحن بوحدتنا بننتصر على أي عدو، ونحن أيضاً بلبنانيتنا بالتأكيد رح ننتصر على العدو الصهيوني. وأكدنا أكثر من أي وقت أنه لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه. نحن كشباب صناع رأي اليوم موجودين بمركز من عدة مراكز عم نتواجد فيهم يومياً مع أهلنا الصامدين والمضحين، لهيدا بالنسبة لنا أقل واجب ممكن نكون عم نقدمه كرمالهم. واليوم نحن بالتأكيد نحن راجعين على أرضنا وراجعين على ضياعنا، ورح نعمرها حجر حجر، ونحن عم نأكد كل يوم بصمودنا أنه نحن مثل شتلة التبغ اللي بحياتها ما حدا قدر يشيلها، واليوم ما رح يقدر يشيلها العدو الإسرائيلي. ونحن أيضا مثل شجرة الزيتون اللي راسخة بالأرض اللي ما حدا بيقدر يقتلعها، نحن اليوم ما حدا فيه يقتلعنا من أرضنا، لذلك راجعين نعمر ديارنا حجر حجر، وإن شاء الله منتصرين. يا حب الجنوبي يا عريس الجنوبي.